الانتصار ديال 8-7. السؤال الأول هو اعطي أسماء تركيب. واحد سحاحة مدرجة لأن السامرة برا، جوج ميجس بي اش متر، ثلاثة محراك مغناطيسي، أربعة محلول حمض الميتانويك. دونك هنا قال لك ياخذوا بي حتى تحقق نسبة تقدمته. أول حاجة نصيب المعادلة، عندنا ار سي او زائد اش او موان كتعني ار سي او موان زائد اش توزو. من بعد نحسبو طوية اكس اكيليبر على اكس ماكس. بما انني عندي الحجم قبل التكافؤ، اذا حنا راه ما وصلناش للتكافؤ، غير في هاد الحالة كيكون المتفاعل المحيط هو اش او موان، هو اللي كيكون في السحاحة. دونك ولدينا من خلال جدول الوصف ان ان ديال اش او موان عند التوازن هي ان انيسيال ناقص اكس اكيليبر. اذا اكس اكيليبر هي ان ديال اش او موان ناقص ان ديال اش او موان في الاكيليبر. دونك خصكم تعرفوا بلي هاد كمية المادة كتمثل هو التركيز في الحجم الكلي في ا زائد في بي. دونك اش او موان العلاقة ديالها هي 10 اس بي اش ناقص 14، يعني العلاقة ما بين اش او موان وكا او استر و او بليس. واضح؟ غادي نعوضو باش غادي نحسبو، نلقاوها تقريبا كتساوي 1. طيب دونك اذا التفاعل كلي اوجد الحجم في بي او اللازم لاضافته، عندي سي ا في ا كتساوي سي بي في بي او. اذا في بي او هي سي ا في ا على سي بي 20 مللتر. كشف الملون كما كنعرفو بالنسبة للمعايرات الحمضية كتكون فيها البي اش او كبر من 7، بالتالي غناخدو فينول في الطالب. دونك دابا ندوزو للتصحيح ديال اخر.